النهارده كمان شبكه ذا اثليتيك الانجليزيه قالت انه نادي اتحاد جده السعودي رجع يتفاوض تاني عشان يتعاقد مع محمد صلاح، بس المره دي نادي اتحاد جده قدم عرض قيمته 235 مليون يورو. او تفتكروا اخر عرض قدمه اتحاد جده كان في الصيف اللي فات وكان قيمته 175 مليون يورو. طبعا فرق كبير جدا ما بين العرضين، لكن طبعا ده ناكد على حاجه، فهو بياكد على قيمه ومكانه محمد صلاح في العالم. لو محمد صلاح فعلا راح لنادي اتحاد جده في الانتقالات اللي جايه هيبقى هو اغلى لاعب في تاريخ كره القدم، هيتخطى البرازيلي نيمار اللي انتقل في 2017 من برشلونه لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو. شبكه ذا اثليتيك قالت كمان انه راتب صلاح في اتحاد جده هيكون 85 مليون يورو في الموسم، وده أكبر من 4 أضعاف الراتب بتاع صلاح حاليا في ليفربول. صلاح الموسم ده لعب مع ليفربول 27 مباراة، سجل 18 هدف، صنع 9. عقد صلاح مع ليفربول لسه ناقص فيه موسم ونص تقريبا، هينتهي بنهاية الموسم اللي جاي. بمناسبة صلاح، النهاردة محمد صلاح رجع تاني للتدريبات الجماعية في فريق ليفربول بعد تعافيه من الإصابة اللي تعرض لها في تاني مباراة للمنتخب في كأس الأمم الأفريقية. الحمد لله على السلامة كابتن محمد صلاح.